عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله عندنا فكرة خطيرة خطيرة خطيرة. عندنا ايه؟ عندنا اولاد ربنا يخليهم لنا كلنا ان شاء الله، وعندهم حاجات بتكون قصرت وصغرت عليهم، وطبعا الزمن لعب معاها لعبته واتخرمت. هنعمل ايه في الخرم الجميل ده؟ هنعمل ايه في الخرم الجميل ده؟ مش هيبقى موجود ان شاء الله. التيشيرت او البلوفر قصير هيبقى طويل، الكمام قصيرة هتبقى طويلة. ازاي؟ تعالوا نعرف مع بعض. بسم الله. عندي بلوفر، عندي بلوفر اهو، الكمام قصرت على ابني. هنعمل ايه فيها؟ هنجيب قميص بتاع اخوه بقى، بتاع اخته، بتاعه هو بس ما بيلبسوش، ادم برضو او مش هنستخدمه تاني. هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فكرة حلوة جدا وموفرة جدا، بدل ما الحاجة الغالية اللي انا مشترياها بمبلغ اشحتها، او يعني ابني ما يلبسهاش او ارميها او استخدمها في حاجة ملهاش لازمة، هعمل بيها حاجة وان انا ابني يلبسها تاني، وان شاء الله كلنا نستفيد من الفكرة دي. عندي القميص اهو، هنجيب الاساور بتاعته، هنقص الاسورة بجزء منها من القماش، بجزء يعني ايه؟ من الكم كده. هنعمل فيها ايه؟ هنشوف مع بعض ونقص برضو التانية. كده اهو. وهنحتاج برضو الرقبة، الكولا، الكولا بتاعتي بجزء برضو من القميص. كده بجزء مثلا من اول الزرار ده لتاني زرار، من اول زرار لتاني زرار كده. نجدد حاجتنا بحاجات بسيطة، نوفر فلوسنا، يبقى اللبس بقى شكله كويس. وعايزين برضو حاجة تانية، احنا كده خدنا الاساور وخدنا الكولا، هناخد ايه تاني؟ هنجيب القميص من تحت اهو، نظبطه بس كده. وهناخد جزء الدوران بتاعه اللي تحت اهو. ممكن لو القميص كبير انا اصغره بالمقاس اللي انا عايزاه، يعني اخد منه بالمقص الجزء اللي انا عايزاه. هناخد جزء كده، كده اهو قصينا الاجزاء اللي احنا احتاجناها من القميص، والجزء ده اهو حطيته، انا لسه ما خيطتوش، ظبطته بس عليها كده. وهتخيطيه من الحرف بتاع، مش من اولها، هنا من هنا كده، علشان يبقى فيه، علشان يبقى ايه، لو اتحرك برضو القميص ولا حاجة يبقى البلوفر، يبقى القميص باين. انا عندي هنا المساحة دي كانت كبيرة، القميص كان كبير قوي على البلوفر، رحت قصيته من الجناب وخيطته وحطيت الجزء بتاعي اللي على قد البلوفر. هنبدأ نخيطه، ممكن تسرجيه كده سراجة وبعد كده تلزقيه بالشمع. نبدأ كده بسم الله. تعملي غرز كبيرة كده او غرز بعيد عن بعضها، وبعد كده تعمليه بمسدس الشمع. عندك مكنة بتعمليه بالمكنة، عندك بتعرفي تخيطي على ايدك كده غرزة صغيرة ومش هتبان، ممكن تعمليه على ايدك. اجيبه لكم كده عشان تبقوا شايفينه اهو، باخد مسافة حلوة كده لجوه علشان يبقى محكوم ومظبوط، والخياطة تبقى كويسة او اللزق يبقى كويس علشان ما يفكش مني تاني. الفكرة دي جميلة جدا جدا جدا، وهتفيدكوا جدا وهتوفر لكم جدا في حاجات كتير قوي، بتبقى صغرت على العيال، بدل ما نرميها او
نسيبها في الدولاب، نعمل الفكرة دي، العيل يرجع يلبس الحاجة تاني اللي قصرت عليه بشكل كويس. كده خيطت الجزء القميص في البلوفر اهو اهو، خيطته من هنا كده وتثبتيه من الجناب كويس. ولو عايزة تخيطي سراجة كده صغيرة تعملي بنفس اللون، مش هتبان خالص وهيبقى مظبوط. هنيجي عند الأساور كده بعدلة البلوفر، وناخد الاسورة بتاعت القميص، ادخل الحتة كلها اللي انا قصتها زيادة علشان تبقى مظبطالي القميص ومظبطالي الخياطة اهي. لا نخلي الزرار ورا كده اهو، كده الظهر بتاعه. هبدأ اخيط برضو بغرزة كبيرة وبعد كده الزقه، يا اما زي ما قلت لكم عايزين تخيطوه سراجة كده مخفية خيطوه براحتكم اهو. كده زودت الكم اهو قد ايه، حوالي 5 سنتي، هيفرقوا جدا في الهدوم، السنتي والاتنين سنتي بيفرقوا في الطول وفي المقاس اهو. كده خلاص عملنا اهي الاساور، خيطتها اهي، شكله بقى متغير خالص وشكله كأني جبت حاجة جديدة اهي. ده طبعا الاخ ده طبعا لسه هنظبطه، الخرم الجميل ده اللي في النص. عملنا الكولا اهي دخلناها، هنعمل حاجة بسيطة، مش هنخيط ولا حاجة، احنا هنيجي هنا عند الكتف هناخدها غرزة من جوه، ومن الناحية دي برضو هناخدها غرزة، يعني يا دوبك هنثبتها بس علشان هو والطفل بيلبسها او ابنك بيلبسها تكون ماسكة عليه، ولما يلبسها اروح انا ايه اظبط له الكولا اهو. ومن الناحية التانية برضو الطريقة دي ممكن نعملها في البلوفرات الكبيرة والصغيرة، حاجة جوزك بقى، حاجتك، بلوزة صغرت عليكي قصرت عليكي، بتجيبي لها شميز قديم برضو وتعملي نفس اللي احنا عملناه اهو. بنظبط الكولا كده، بنطلعها نديها غرزة من ورا وغرزة من الجنب كده، يا دوبك بس نثبت الكولا، ومع اللبس هي بتتظبط معايا اهي. عايزه انت تسهلي على نفسك ومش عارفه تخيطي، بالشمع بسخن المسدس جامد وبعد كده بلزق بيه. انا كده خلصت الكمامه اهي الاساور، ومن تحت نيجي بقى لعم الحاج ده اهو، الخرم الجميل ده انا طبعا لو خيطته هيبقى مشدود معايا وشكله هيبقى وحش قوي، وهيبقى شكل يعني بوظت شكل البلوفر. هعمل ايه باقي القميص لسه معايا، هعمل كده، هاخد مربع من القميص كده او مستطيل زي ما انت عايزه، الشكل اللي انت عايزاه، ممكن تعملي دايره انت بأي حاجة انت عندك مدورة تعملي لها، تقيسي عليها وتعمليها كده اهو كده. يبقى انا كده عملت ايه، مستطيلين صغيرين او مربعين فوق بعض، هعدلهم كده بعدلة القماشة اهي. وافتلهم كده من الجناب وافتلهم من قدام برضو اهو. واحطها كده
يبقى انا عملت تناسق كده مع الاجزاء اللي انا مركباها الكارو، وعملت الجزء ده هثبته بغرزة وكده اهو خيطتها. انا خيطت ايه غرز كده في الخطوط البيضاء عشان الخياطة ما تبانش. ونعمل برضو واحدة تاني هنا او في اي مكان بقى علشان ما يبقاش يعني شكله شاذ كده، الحتة دي يبقى في تناسق بين القماش اللي انا حطاه والبلوفر والحاجة كلها تبقى ماشية مع بعضها. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وممكن اي واحدة تعملها لولادها توفيرا للفلوس والهدوم اللي موجودة عندي ما اركنهاش في الدولاب. يا رب تكون الفكرة عجبتكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يجيلكم كل جديد، والسلام عليكم.